اسمحوا لي ان انا الحقيقه ارحب بيكم واعرب عن سعادتي لوجودي النهارده مع شباب الجامعات المصريه في الافواج المتتاليه اللي هتبقى طول الصيف في مهرجان العالم عالمين. واسمحوا لي برضو ان انا اوجه الشكر للشركه المتحده ورئيس مجلس الاداره وكل العاملين فيها على التنظيم اللي احنا شايفينه لدعم الانشطه الطلابيه من كل جامعاتنا المصرية اللي احنا تفقدناها النهاردة. اللي موجود النهاردة الحقيقة بيعكس دور الجامعة والأنشطة الطلابية المختلفة علشان يبقى فيه خريج وطالب وإنسان متكامل. احنا نبغي العملية التعليمية ليست فقط ان هو يتلقى التعليم او ياخد شهادة، انما احنا بننمي قدراته مهاراته وبنرعى الإمكانيات بتاعة الطالب علشان يقدر فعلا يبقى إنسان متكامل. زي ما احنا شايفين الأنشطة اللي موجودة في كل جامعاتنا سواء رياضية فنية ثقافية إبداعية، ولو الوقت كان يتسع كنتوا هتشوفوا قد إيه حجم الجمال اللي موجود في جامعاتنا كلها. الحقيقة احنا اللي شفناه في بداية الجولة مع عمرو بيه إن في كورال في الجامعات ومجموعات أصواتها بسم الله ما شاء الله مبدعة، فإحنا اتفقنا إن هيبقى فيه أسبوع لكورال الجامعات. وأنا بشكر الحقيقة الشركة المتحدة على دعم الأسبوع ده. هيبقى فيه تنافس طول الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع في المسرح الروماني هنشوف المبدعين من شبابنا في احتفالية، وفي ختام لهذا الأسبوع هنشوف القدرات الفنية الإبداعية لكل شبابنا. بشكركم وأتمنى التوفيق لكل الحقيقة العاملين والمسؤولين عن تنظيم هذه الاحتفالية، وبشكر كل الشباب والجامعات